مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. في هذا الشريط سأشرح منهجية تحليل المنحنيات البيانية. لتحليل منحنى بياني نتبع ثلاث خطوات أساسية. الخطوة الأولى نحدد الظاهرة المدروسة. في الخطوة الثانية نقوم بتحديد العامل أو العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة. ثم الخطوة الثالثة والأخيرة نقوم بتقسيم المنحنى إلى مجالات. نعود إلى الخطوة الأولى، تحديد الظاهرة المدروسة. الظاهرة المدروسة تكون غالبا مدونة على محور الأراتيب، وأحيانا تكون مدونة كذلك فوق المنحنى. نستعين بالأمثلة التالية بتحديد الظاهرة المدروسة. المثال الأول يشير إلى تطور تركيز الأكسجين قبل وبعد حقن المفاعل الحيوي بمحلول الجليكوز. المثال الثاني يشير إلى تطور مجموعة من التركيز، تركيز فيروس الزكام وتركيز لمفاوية تسي وتركيز مضادات الأجسام المضادة لفيروس الزكام. السؤال هو، ما هي الظاهرة أو الظواهر المدروسة في كل حالة؟ الحالة الأولى ثم الحالة الثانية. الإجابة هي كالتالي. إذن بما أننا قلنا الظاهرة المدروسة تكون مدونة على محور الأراتيب وأحيانا فوق المنحنى، فالحالة الأولى الظاهرة المدروسة هي تركيز أو تطور أو تغير تركيز الأكسجين. بالنسبة للمنحنى الثاني أو الحالة الثانية الظاهرة المدروسة لدينا مجموعة من الظواهر، تطور أو تغير تركيز فيروس الزكام، وتطور أو تغير تركيز لمفاوية تسي، وتطور تركيز مضادات الأجسام المضادة لفيروس الزكام. إذن هذه هي الظواهر المدروسة في الحالة الثانية. وفي الحالة الأولى الظاهرة المدروسة هي تغير تركيز الأكسجين، مفهوم؟ إذن الظاهرة المدروسة تكون مدونة دائما فوق محور الأراتيب مثل هذه الحالة، أو مدونة فوق المنحنى مثل الحالة الثانية. نمر الآن إلى الخطوة الثانية في التحليل، تحديد العامل أو العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة. العامل المؤثر في الظاهرة المدروسة يكون غالبا مدونا على محور الأفاصيل أو تحته مشار له بسهم. نستعين بالمثال السابق لتحديد العامل المؤثر في الظاهرة المدروسة. طبعا الظاهرة المدروسة قلنا سابقا هي تطور تركيز الأكسجين. إذا السؤال، حدد العامل أو العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة أي تطور تركيز الأكسجين. الإجابة كالتالي. العامل أو العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة تطور تركيز الأكسجين هي طبعا لدينا عاملين وليس عامل واحد فقط. العامل الأول هو الزمن. العامل الثاني هو إضافة أو حقن محلول الجليكوز للمفاعل الحيوي. الآن نمر إلى الخطوة الثالثة والأخيرة في منهجية تحليل المنحنيات البيانية. الخطوة الثالثة كما قلنا هي تقسيم المنحنى إلى مجالات. مجال تكون فيه الظاهرة المدروسة مستقرة أو في تغير، طبعا في ارتفاع أو انخفاض. نستعين دائما بالمثال السابق الذي يشير إلى تطور تركيز الأكسجين تحت تأثير عاملي الزمن وإضافة أو حقن محلول الجليكوز للمفاعل. السؤال هو، ما هي مجالات هذا المنحنى؟ الإجابة كالتالي. لدينا مجالين، مجال استقرار تركيز الأكسجين قبل حقن محلول الجليكوز للوسط في القيمة 250 تقريبا 250 ميكرومول في اللتر، ومجال ثاني وهو مجال انخفاض تركيز الأكسجين بعد حقن أو إضافة محلول الجليكوز للوسط من القيمة 250 ميكرومول إلى غاية القيمة 100 ميكرومول بر لتر. لدينا ملاحظة مهمة تقول هذه الملاحظة، في بعض التمارين أو الفروض أو الامتحانات الوطنية يمكن أن يطرح علينا سؤال خاص بالتحليل، لكن عوض أن يطرح على شكل سؤال حلل يطلب منا فقط الخطوة الثالثة في التحليل على شكل سؤال آخر وهو صيف أو قارف.
سنكتشف هذا من خلال هذا المثال التطبيقي. وضعت خلايا الخميرة في مفاعل حيوي وتم قياس أو تطور أو تغير تركيز الأكسجين بالمفاعل قبل وبعد إضافة الجليكوز. يمثل المنحنى التالي النتائج المحصلة عليها. أسئلة: السؤال الأول، حلل تطور تركيز الأكسجين قبل وبعد إضافة الجليكوز للوسط. السؤال الثاني، صف أو قارن في هذه الحالة نفس السؤال تطور تركيز الأكسجين قبل وبعد إضافة أو حقن محلول الجليكوز لهذا الوسط. الإجابة كالتالي: بالنسبة لسؤال التحليل، يمثل المنحنى هذا المنحنى تطور تركيز الأكسجين داخل المفاعل الإحيائي مع مرور الزمن قبل وبعد حقن الجليكوز. في بداية التجربة إلى غاية مرور دقيقتين تم تسجيل استقرار في تركيز الأكسجين في المفاعل في قيمة 250 ميكرومول بار لتر مباشرة في اللحظة T تساوي 2. بعد حقن الجليكوز سجل انخفاض تدريجي في قيمة تركيز الأكسجين في المفاعل من القيمة 250 ميكرومول إلى القيمة 100 ميكرومول بار لتر. كما تلاحظون قمنا بكتابة الإجابة بألوان مختلفة للإشارة إلى المراحل التي قمنا باتباعها للإجابة عن سؤال التحليل أو لتحليل تطور تركيز الأكسجين. إذن كما تلاحظون فاللون الأحمر أو العبارة بالأحمر تشير إلى ماذا؟ إلى الظاهرة المدروسة وهي تطور تركيز الأكسجين. باللون الأزرق أشرنا فيها إلى ماذا؟ إلى العامل أو العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة وهو عامل الزمن وعامل الحقن بالجليكوز. العبارة الأخيرة باللون الأخضر تشير إلى الخطوة الثالثة في التحليل وهي تقسيم المنحنى إلى مجالات. إذا لاحظوا قمنا بالتسطير على كلمات مفتاحية التي تشير إلى المجال مثل استقرار وهنا انخفاض. كذلك أشرنا إلى قيمة بداية كل مجال ونهايته مثلا بالنسبة للمجال الأول مجال استقرار أشرنا إلى استقرار في القيمة 250 ميكرومول. إذا القيم ضروري من الإشارة إليها عند تقسيم المنحنى إلى مجالات. بالنسبة للمجال الثاني أشرنا إلى انخفاض في تركيز الأكسجين من القيمة 250 إلى غاية 100 ميكرومول بار لتر. إذا ضروري من الإشارة إلى القيم. نجيب أو نمر إلى السؤال الثاني سؤال الوصف أو المقارنة. إذا يلاحظ في بداية التجربة إلى غاية مرور دقيقتين أنه سجل استقرار في تركيز الأكسجين في المفاعل في القيمة 250 ميكرومول بار لتر مباشرة بعد الحقن بالجليكوز في الزمن T تساوي دقيقتين. لاحظ انخفاض تدريجي في قيمة تركيز الأكسجين في المفاعل من القيمة 250 ميكرومول بار لتر إلى القيمة 100 ميكرومول بار لتر. إذن كما تلاحظون يتضح أن الإجابة عن سؤال الوصف أو المقارنة السؤال الثاني لاحظوا الإجابة هي نفسها الإجابة عن ماذا؟ الخطوة الثالثة في التحليل وهي تقسيم المنحنى إلى مجالات. إذن الإجابة تؤكد ما قلنا في الملاحظة وهي عوض أن يطرح علينا سؤال حلل يطلب منا فقط الإجابة عن الخطوة الثالثة في التحليل لكن على شكل سؤال صف أو قارن